دمشق العاصمة العريقة يحيط بها اليوم دمار هائل، وفي داخلها كما في جميع المدن السورية تسود حالة فقر خطيرة. تقول التقارير إن رواتب السوريين الشهرية تنفذ قبل حلول منتصف الشهر. ليس الأمر جديداً على السوريين الذين لطالما عمدوا لسد هذا العجز إلى أعمال إضافية أو اعتمدوا نظام شد الأحزمة. لم تعد هذه الإجراءات متاحة اليوم ضمن الواقع السوري، فبالكاد يستطيع المواطن الحصول على عمل أساسي، وليس من داع للحديث عن شد الأحزمة الذي استهلك عن آخره. يلاحظ في المقابل اعتماد السوريين بشكل أساسي على الحوالات التي تأتي من الخارج كحل مقبول وربما وحيد لمتابعة الحياة في الداخل السوري. تستبعد التقارير وجود بيت سوري لا يعتمد أهله على ابن أو أكثر مقيم وراء الحدود يرسل لهم الحوالات المنتظمة التي تصرف لتأمين الحاجات الأساسية وليس لتحقيق رفاهية معيشية كما في السابق. السوريون في الداخل والخارج يعانون نزفاً في أسباب الحياة ودون أن يستسلموا للظروف الكارثية أو يستكينوا للتلاؤم مع دمار شبه شامل، فإنهم على ما يبدو مصممون أن يكملوا حياتهم بأفضل شكل متاح.